بنرحب بإخواتنا المشاهدين، بنرحب بحضراتكم، بنرحب بكل شخص بيشاهدنا، ونصلي لأجل الكل أن الكل يربحوا للمسيح، أمين. الترنيمة اللي هرنمها بتقول أنشد نشيد الحرية، فيها عدد جميل بيفكرني بأخ راح السما كان اسمه عم عزمي في أحد قرى المنيا وإحنا بنخدم هناك، فكان يقعد ورا كده ويجي يقعد في العدد اللي بيقول ما في شيء يشغل بالي رب مدبر أحوالي عزمي على السماء، فكان يقول بص اسم مكتوبها، اسم مكتوب رايح عزمي على السماء، على السماء طوالي. شكرا ليك يا رب، أمين. وكل الذين لم يوجد اسمهم مكتوبا في سفر الحياة طرحوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لكن شكرا ليك، شكرا لكل واحد مكتوب اسمه في سفر حياة. تعالوا نقولها مع بعض، أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت السعادة الأبدية، حررني يسوع. الترنيمة الجميلة الحلوة اللي بتقول طال انتظاري إليه والقلب اشتاق عليه، هيريح بالي ويزيل أحزاني وأنا رايح وطني، هللويا أنا رايح وطني، ويسوع الفادي هيجينا تاني، ويسوع الغالي هشوفه تاني، يا هنايا يا فرحة بيه لما أشوفه ولاقيه.
شكرا ليك يا رب. الشخص اللي اتمتع بالرب وتقابل معاه وحرره الرب وعايش معاه ينشغل فكري بيه، كل اللي في العالم يرخص. امين. ده ترنيمة جميلة كتبها بتقول: لما انظر لصليبك ترخص في عيني امجاد الكون، واحسب عارك هو غناي، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من كل خزائن مصر. عايزين نحسبها صح يا حبايب. امين. الترنيمة الجميلة الحلوة اللي بتقول كده، اللي احنا بنقولها كل ليلة. امين. بتقول ايه؟ حد عارفها؟ ايوه. لا، نشكر رب. الحمد لله. يا رايح للسما اسمعني، وشوق قلبي تسمعني، كلام يرويك ويرويني. صدقوني بنظلم الناس لو اي حد تقابلنا معاه وحكينا معاه في اي حاجة غير مين؟ غير الرب. هو ده الاحلى. حدثوني عن يسوع، هات الأحاديث التي تنفي القدر، عن سيد المحبوب مدام السفر. تعال نقوله كده: وشوق قلبي تسمعني، كلام يرويك ويرويني، وانت بيه تشجعني، عن الفادي وعن حبه وعن وعده انه هيجينا، وعن السحاب يلاقينا وتتحقق أمانينا. أمين. بتزعل وتاخد على خاطرها الترنيمة دي، تقول: أنا ما بتقولونيش كتير،
نقول لها ليه؟ تقول اصلي يعني الحاله تعبانه فبتقال قليل. بتقول هيا مؤمنون هيا، بس هنقولها واحنا واقفين، هيا مؤمنات كل الوارثين مجد السماوات، نرتجي الحبيبه كامل الصفات، فخر المؤمنين نبع البركات، مجد الارض. بتيجي نقف مع بعض، مجد الارض باطل فخره الام، راحة التعابة موطن السلام. يا رب مرة أخرى بنطلب وجهك في هذه الفرصة الثانية، أنك تعطي عبدك كلاما عند افتتاح الفم، تفتح لنا الكتاب يا رب وتفتح قلوبنا ليك، في اسم المسيح نصلي لك كل المجد، آمين. معلش بقى احتملني في التقديم ده، نصيبك كده يعني، نصيبك كده. أخونا يوسف طلعنا فوق يا رايح السما، عرفت هقول إيه؟ بس أخونا عادل مش هطلعنا فوق، معلش يا أخ عادل، إيه بلا في المحبة يعني، هينزلنا تحت وهيسمعنا كلام هيحزن قلبنا بيه، معلش يا أخ عادل، أصل الموضوع كده النهاردة، هو نصيبه جه كده، بس موجود في الكتاب. واحد من الملائك، من الملائكة السبعة بتوع الجماد، بيقول للرسول يوحنا تعالى، أنا مش هطلعك فوق، هنزلك تحت، هلما فأريك دينونة بابل الزانية العظيمة، فمضى بي بالروح إلى مين يكمل؟ يبقى هنطلع فوق ولا هننزل؟ هننزل. يظهر احنا لازم نطلع ولازم ننزل برضو عشان نعرف ايه اللي مستني العالم المسيحي بصفة خاصة، ولما قلبنا يحزن ويتكسر على اللي احنا فيه نشكر ربنا ان احنا مش هنحضر الاحداث المرة دي، مع ان احنا من النهاردة في الطريق الى بابل الزانية العظيمة مع اخونا الحبيب دكتور عادل. الرب يباركه ويعطيه كلاما عند افتتاح الفم، فليتفضل. حتى لو نزلنا تحت برضو الرب هيكلمنا. شعرنا بالبركة الغير عادية في الفرص اللي فاتت كلها مع إخواتي خدام الرب الغاليين، وعندي ملء الثقة إن الرب اللي باركنا هيباركنا في هذه الفرصة. مين قول أمين؟ طيب تعالوا مع بعض نقرأ بنعمة الله من سفر الرؤيا، نقرأ أصحاح 17 بدءا من العدد الأول. سفر الرؤيا أصحاح 17 من عدد 1. ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي، هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها.
فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض ورأيت المرأة سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 الرؤوس والعشرة القرون الوحش الذي رأيت كان وليس الآن وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك يتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن مع أنه كائن هنا الذهن الذي له حكمة 7 الرؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة و7 ملوك 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا والوحش الذي كان وليس الآن فهو 8 وهو من 7 ويمضي إلى الهلاك والعشرة القرون التي رأيت هي 10 ملوك لم يأخذوا ملكا بعد لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة وأما 10 القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأيا واحدا ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض نقرأ كمان معلش من الصح 18 من عدد 20 من الصح 18 ونقرأ أعداد من عدد 20 افرحي أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء لأن الرب قد دانها دينونتكم ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحى عظيمة ورماه في البحر قائلا هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد وصوت رحن لن يسمع فيك فيما بعد ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد لأن تجارك كانوا عظماء الأرض إذ بسحرك ضلت جميع الأمم وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض آمين حبائي بنعمة الرب علشان أكون محدد
هتكلم في 5 نقط بسيطة في الصحيحين 17 و18 من سفر الرؤيا. النقطة الأولى بنعمة الرب احنا عايزين نفهم ما هي بابل. النقطة الثانية بعض المفارقات بين بابل والكنيسة الحقيقية. النقطة الثالثة صفات بابل كما رآها يوحنا في رؤيا 17 الأعداد 6 الأولى. وبعدين هنتكلم عن بابل في علاقتها بالوحش القرمزي والملوك العشرة، وده في باقي أصح 17. وبعدين هنتكلم أخيرا عن دينونة بابل، وبالأخص هي الدينونة العمرانية وتأثير هذه الدينونة على من في الأرض ثم من في السماء، وده موضوع أصحاح 18. بداية احنا حابين نعرف ايه هي بابل. بابل ببساطة هي المسيحية الإسمية التي دعي عليها اسم المسيح، لكنها أبعد ما يكون أن تكون لها علاقة حقيقية به. لكن تحت هذه العباءة يدخل أيضا كثيرون من خلفيات أخرى وديانات أخرى، وزي ما فهمنا من الأخ عياد في المحاضرة اللي قدمها أني هيكون شبه اتحاد من أديان مختلفة، بس من يتزعم هو المسيحية الإسمية المرتد. عشان كده لا غرابة ولا عجب أن الكتاب يطلق على هذا النظام بأسره بابل. ليه؟ ليه الكتاب بيقول عنها بابل؟ علشان ببساطة عندما نرجع إلى تكوين 10 و11 نفهم أن بابل هذه هي أول مدينة بنيت بعد الطوفان. حد فاكر فيكم مين اللي بنى المدينة دي؟ نمرود. اللي يقول عنه الكتاب نمرود كان جبار صيد أمام الرب، أو الأدق ضد الرب. علشان كده أقدر أشوف في بابل 3 حاجات نشوفهم في بابل اللي قدامنا كنظام. الحاجة الأولى أننا بنشوف هناك اتحاد، اتحدوا معا، ومش اتحاد علشان يمجدوا الله. للأسف عبر التاريخ البشري قلما يتحد البشر لكي يمجدوا الله، لكن كثيرا ما اتحدوا في عداء ضد الله. اجتمع ملوك الأرض وتآمروا معا. ليه؟ يمجدوا ربنا؟ لا، على الرب وعلى مسيحه، قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. أو كان وقتها اتحاد ضد الله، وبرضه في المستقبل القريب هيكون اتحاد ضد الله. لكن الحاجة التانية مش بس اتحاد، هم مش بس وقتها بنوا مدينة، لكن قالوا حاجة تانية: نبني مدينة وكمان برج رأسه بالسماء. ليه؟ مش زي ما الناس فهمة علشان يطلعوا ويشوفوا الله، لا، لكن على ما يبدو انهم منشغلين قوي بالنجوم والافلاك والشمس والقمر، واعتقد دي كانت بذرة ونواة للعبادة الوثنية بعد كده. وبالفعل بنشوف حتى المصريين القدماء ياما ناس عبدت الشمس والقمر والنجوم. يبقى هذا الاتحاد بنرى فيه ايضا الوثني، وفي بابل في المستقبل ستمتلئ بالوثنية بأشكال مختلفة. لكن الحاجة الثالثة بقى المهمة، أن بابل قديما في تكوين 11 ارتبطت بالقضاء. قال الرب هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم، ارتبطت بالقضاء. وبابل موضوع حديثنا أيضا ترتبط بقضاء مريع ودينونة رهيبة. طيب تعالوا بقى ننتقل للنقطة الثانية. وبحنا فهمنا أعتقد دلوقتي هي بابل المسيحية الإسمية اللي تدخل تحت عباءتها الكثير من الخلفيات الأخرى. لو حبيت أضع بعض المفارقات بين بابل الكنيسة المزيفة المسيحية المعترفة وبين الكنيسة الحقيقية، أول فارق أن بابل كنظام خاضع للشيطان، لكن الكنيسة الحقيقية خاضعة للرب. هكذا نقرأ في أفسس 5: تخضع الكنيسة للمسيح في كل شيء.
الفرق الثاني ان يوحنا علشان يشوف بابل اخذه الملك الى برية، والبرية تتكلم عن الجفاف، تتكلم عن الجذوبة، وماذا تنتظر من نظام اخرج الله خارج حساباته. شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع الماء الحي ونقروا لانفسهم ابار ابار مشققة لا تضبط ماء، من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. لكن شوفوا بقى لما حب الملاك يخلي يوحنا يشوف الكنيسة الحقيقية، نقرأ في رؤيا 21 أخذه الملاك إلى جبل عظيم عالي. الفرق الثالث أن يوحنا لما شاف بابل شافها على الأرض لأنها أرضية، لكن لما شاف الكنيسة الحقيقية نازلة من السماء من عند الله، دي مش أرضية دي بقى، لكن دي سماوية. الفرق الرابع أن الكتاب يشبه بابل بامرأة لكنها امرأة زانية، لكن عندما يتكلم عن الكنيسة الحقيقية في كورنثوس الثانية 11 يقول بولس خطبتكم لرجل واحد لأقدم، مش امرأة زانية، عذراء عفيفة للمسيح. الفرق الخامس أن هذا النظام مش بس يشبه بامرأة لكن يشبه بمدينة، هي مدينة بابل. وعلى فكرة مش إحياء لبابل القديمة التي خربت، لا، لكن ده مدينة أخرى هي مركز هذا النظام وهي مدينة روما، فبيتشبه ببابل لكن الكنيسة الحقيقية تشبه بمدينة. حد فاكر بتشبه بإيه؟ أورشليم المقدسة بحسب رؤيا 21. الفرق اللي بعد كده انه بابل بتتزين، وهيجي الكلام عن زينتها، لكن زينتها بالجملة هي زينة شيطانية. اما الكنيسة الحقيقية اللي انا الاخ محب رجل الله عندما تتزين بزا بهيا نقيا، والبز هو تبررات القديسين. الفرق السابع، هناك سر يرتبط ببابل، سر المرأة والوحش، لكن في سر جميل قوي يرتبط بالكنيسة بقى، نقرأ عنه في أفسس 5. هذا السر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. الفارق الأخير إن فيه كأسان مرتبطان ببابل. إيه هما الكأسين دول؟ الكأس الأول هو كأس خمر زناها، بس الكأس الثاني بقى نقرأ عنه في رؤيا 16 كأس خمر سخط وغضب الله. لكن بالكنيسة بقى المؤمنين الحقيقيين أعضاء جسد المسيح برضو يرتبط بهم كأسين. الكأس الأول نقرأ عنه في مزمور 116 كأس الخلاص من يد الرب أتناول، والكأس الثاني نقرأ عنه في كورنثوس الأولى 10 كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح. إذن هذه بعض المفارقات، وبالضد تظهر الأشياء. على قد ما أشوف السواد الغامق في بابل كنظام، على قد ما أشوف الجمال والروعة في الكنيسة الحقيقية. طيب تعالوا ننتقل بنعمة الرب للنقطة الثالثة اللي هي إيه؟ صفات بابل كما رآها يوحنا الرائي. وأقدر لو تكلمت عن صفات بابل في يوحنا في رؤيا 17 الأعداد الستة الأولى أقدر أشوف فيها ست صفات. الصفة الأولى أشوفها في عدد 1 لما بيقول عنها الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. الزانية، تعرفوا حضراتكم لما تقروا رؤيا 17 و18 والأربع أعداد الأولى من رؤية 19، تعرفوا أن كلمة الزنا جاءت بالارتباط بهذه ببابل بهذا النظام كم مرة؟ 12 مرة تيجي بالارتباط ببابل كلمة زانية. ياه الزنا، وانتوا عارفين طبعا الزنا هو أن يتحول القلب عن الرب لغيره،
وهذه المرأة، هذا النظام تحول عن الرب وساد عليه غير الرب، ساد كثيرون. فالزانية العظيمة ده أول صفة ليها. الجالسة على المياه الكثيرة طبعا هيوضح الكلام ده في عدد 15 لما يجي الكلام. الوصف الثاني ليها لما بيقول لنا كده عنها، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، له 7 رؤوس و10 قرون. وهنا بنشوف المرأة أو هذا النظام في سيادته وسيطرته على الوحش القرمزي اللي يجي عنه الكلام والملوك العشر. بقى دي وصفين. نشوف بعد كده الوصف الثالث لما بيقول في عدد 4، والمرأة كانت متسربلة بتلبس إيه؟ إرجوان وقرمز. الإرجوان والقرمز لبس الملوك والأباطرة، نوع من الأبهة والتفاخر. بس بعدين يقول لنا متحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. فيش فضة هنا؟ لا، فيش فضة، لأن الفضة ببساطة تتكلم عن الفداء. هو فيه فداء؟ ما لو كان فيه فداء حقيقي ما كانتش وصلت للي وصلت له، عشان كده بتتحلى بأشياء لا يوجد فيها الفضة. الوصف اللي بعد كده نقرأ في عدد 5، وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابد العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. يعني على جبهتها، يعني على عينك يا تاجر، على عينك، على الجبهة، والمفروض كل يشوف ويفهم، بس في الحقيقة الظاهر مش الكل بيشوف ويفهم، لكن عارفين مين اللي يفهم؟ بس من له الذهن الروحي اللي فاهم هذا النظام وضعه ازاي. أتريتها مش بس الزانية، لكن الكتاب يقول عنها أم الزواني ورجاسات الأرض. عارفين يعني أم الزواني ورجاسات الأرض؟ يعني كل نظام ديني فاسد رديء نابع من هذا النظام اللي يسمى بابل. طيب الوصف السادس والأخير بقى نقرأ عنه كده في عدد 6، ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. شوفوا الكلمة اللي جاية، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. عجيبة، يعني انت في اصحاح 12 رايت التنين ولم تتعجب، في اصحاح 13 رايت الوحش الخارج من البحر ولم تتعجب. ليه بتتعجب هنا يا يوحنا؟ قال بتعجب لان اللي قتل القديسين واهرق الدماء مش سلطات وثنيه، لكن عارفين ايه؟ المسيحيه الاسميه المرتده، وعبر عصور طويله مظلمه دي كان هذا النظام المرتد المسيحية المعترفة سبب في إراقة دماء مؤمنين حقيقيين تصل أعدادهم بالملايين، علشان كده يوحنا تعج. يبقى أنتم متابعين معايا؟ يبقى احنا تكلمنا عن 3 أفكار لحد دلوقت. إيه هي؟ بابل. الحاجة الثانية مفارقات بين بابل والكنيسة الحقيقية. الحاجة الثالثة صفات بابل كما رآها يوحنا الرائي. ده يأخذنا بقى للفكرة الرابعة. هنا في كلام عن الوحش القرمزي وفي كلام عن القرون العشرة أو الملوك العشرة، فاحنا عايزين نفهم بقى الأعداد من 7 لآخر الأصحاح بتتكلم عن إيه. طبعا بيقدم لنا الوحش القرمزي، يقول لنا عنه كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. إيه ال4 حاجات دول؟ كان الإمبراطورية الرومانية في أدوارها المختلفة، هيجي الكلام بالتفصيل، لحد ما تم القضاء عليها سنة 476 ميلادية عن طريق البرابرة، يبقى كان. طب والحاجة الثانية بيقول وليس الآن، يعني قبل أن تتضح هذه الصورة اللي فيها المرأة جالسة على الوحش القرمزي والملوك العشرة، لا ما كانش موجود بابل، ما كانش موجود آسف الإمبراطورية الرومانية، لكن كانت موجودة كممالك، موجودة متفرقة دول أو دويليات، لكن ما كانتش موجودة بالصورة اللي فيها تظهر على أنها إمبراطورية. متابعين؟ طيب يبقى كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية. إيه عتيد أن يصعد من الهاوية؟ ظهور الإمبراطورية الرومانية مرة أخرى على مسرح الأحداث
بس هتكون المرة دي هي ظاهرة مؤيدة بالقوة الشيطانية. وأخيرا يقول عنه ويمضي إلى الهلاك وهذا هو المصير المحتوم. طيب تعالوا بقى نشوف لما حب يوصف لنا أو يوضح لنا السبع رؤوس والعشر قرون قال عنهم إيه لما نقرأ في عدد عشرة. عدد عشرة يقول وسبعة ملوك خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. الكلام هنا عن الإمبراطورية الرومانية في صورها المختلفة عبر العصور. لما يقول لنا خمسة سقطوا، إيه الخمسة اللي سقطوا دول؟ خمس صور مختلفة للحكم اللي مرت بهم الإمبراطورية الرومانية. هم إيه بقى الخمس أنظمة دول؟ النظام الأول هو نظام الملوك، النظام الثاني نظام المستشارون، النظام الثالث الحكم الدكتاتوري، النظام الرابع المجلس التشريعي، النظام الخامس والأخير الحكم العسكري. دول خمس أنظمة مختلفة أو خمس صور مختلفة للإمبراطورية الرومانية. طيب يبقى ده اللي كان الخمسة اللي سقطوا. بعدين يقولوا واحد موجود، إيه الموجود؟ الصورة السادسة اللي كانت موجودة أيام ما كتب يوحنا هذا السفر، اللي تشكلت بداية من طيطس الروماني واستمرت لحد سنة 476 ميلادي. يبقى تابعوا معايا، خمسة سقطوا وبعدين واحد موجود والآخر لم يأتي بعد، اللي هو الإمبراطورية الرومانية في الصورة السابعة التي ستظهر في سنية الضيقة العظيمة. وبعدين يقول ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. ليه يبقى قليلا؟ لأن في الصور المختلفة الستة اللي فاتهم استمر كل صورة من الصور سنوات كثيرة وبعضها استمر قرون عديدة، لكن هنا بقى لن يبقى كثيرا، هي بضعة سنوات ثم يأتي الهلاك. طيب وبعدين في عدد 11 بقى يقول لنا حاجة مهمة قوي، والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن. أقدر أقول هذه هي الصورة الثامنة للإمبراطورية الرومانية متمثلة في رأسها، اللي هو مين؟ الوحش الطالع من البحر. بس بيفرق بقى الوحش ده إنه مؤيد بحسب ما نفهم من سفر الرؤية بقوة شيطانية يعطيه التنين، يديله إيه؟ قدرته وسلطانه وعرشه، فيكون مؤيد طبعا بقوة جهنمية. يبقى نراجع تاني، خمسة سقطوا اللي هم خمس صور مختلفة للإمبراطورية الرومانية، واحد موجود الإمبراطورية في صورتها اللي كانت موجودة أيام ما يوحنا كتب السفر، الآخر لم يأتي بعد، هي الإمبراطورية الرومانية عندما تتشكل في صورتها السابعة. وبعدين الوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن، وبعدين يقول عنه بقى ويمضي إلى الهلاك مصير المشؤوم. طيب ده الوحش القرمزي بقى، عايزين نفهم هي القرون العشرة أو الملوك العشرة. يكمل لنا في عدد 12 ويقول والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد. ليه؟ لأنهم لسه ما شكلوش الإمبراطورية لكن كانوا عبارة عن ممالك مستقلة، ودول ملوك أو قادة العشر ممالك اللي هتشكل في اتحادهم مع بعض الإمبراطورية الرومانية في الصورة السابعة. طيب هؤلاء يقول عنهم كده كمان في عدد 13، هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. يعني لما يشكلوا الاتحاد بتاعهم من العشر ملوك الإمبراطورية الرومانية في الصورة السابعة، هيكون بعد كده خضوعهم التام وولائهم لمين؟ للوحش الروماني. طيب العدد من 14 بتكلمنا عن حاجة هيجي تفصيل عنها أكتر في رؤية 19، بيفكروا بغباء قلوبهم دول إنهم يصنعوا حرب مع الخروف. تحاربوا إيه؟ مسكين الإنسان في غباء قلبه بجد، لكن الرب يبيدهم بنفخ فمه يبطلهم بظهور مجيء. ويجي كلام أكتر عن هذه الحادثة. طيب لكن تعالوا بقى
نشوف إزاي الرب سيستخدم الوحش ومعه الملوك العشرة في دينونة بابل. بالمناسبة لازم نعرف أن هناك فارق بين دينونة بابل في رؤية 17 ودينونة بابل في رؤية 18. دينونة بابل في رؤية 17 يجريها الرب مستخدما الوحش والملوك العشرة، لكن دينونة بابل في رؤية 18 يجريها الرب بنفسه. ليه؟ لأن الرب هيدينها في أصحاح 17 باعتبار أنها نظام ديني فاسد مرتد، بس هيدينا في أصحاح 18 باعتبارها نظام عمراني. طب هي ديني ولا عمراني ولا الاثنين؟ الاثنين. هي نظام ديني فتسمى الزانية العظيمة، وهي نظام عمراني فتسمى المدينة العظيمة. يبقى هتدان في أصحاح 17 باعتبارها نظام ديني، أصحاح 18 الرب نفسه سيجري قضاء على مركز هذا النظام، مدينة روما. وللأسف الشديد يقال أن مدينة روما تربتها عبارة عن تربة كبريتية، يعني حرقها يكون سهل ولا صعب؟ لا، ده الرب بذاته يجري دينونة على هذا النظام العمراني. طب تعالوا نشوف بقى في الأعداد الأخيرة من أصحاح 17 إزاي تجرى الدينونة على النظام الديني. يقول لنا كده، وأما في عدد 16، وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها، بص الكلام بقى، خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. خربة وعريانة ويأكلوا لحمها ويحرقونها بالنار. على تبدد الحال. تعرفين في البداية المرأة جالسة عن الوحش والقرون العشر، يعني ايه؟ يعني هي اللي لها السلطان والسيادة عليهم. بس في النصف الثاني من الاسبوع تتقلب الامور بقى، والوحش يتوحش، وعلشان يطلب العبادة لنفسه وعلشان ينذر نفسه أنه إله لازم يخلص من إيه بقى؟ يخلص من هذا النظام الديني الفاسد. خربة وعريانة يأكلون لحمها يحرقونها بالنار، ينهبوا ثروتها بالطبع، يجردونها من كل ما تفتخر به. بس في الحقيقة كان أشار لخفراي من الكلام اللي جاي، وهم بيعملوا كده أتاري فيه قوة عظيمة خلف الستار تتحكم. يقول في عدد 17، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأيا واحدا ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. ما أعجبك يا رب؟ رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. وقد يستخدم أدوات بشرية شريرة في تنفيذ مقاصده وأغراضه. واعتقد من دي حتى اطمننا، ما تخافش. البشر في ردائهم وغبائهم، في توحشهم وعنادهم، لكن في قوة تتحكم فيهم، ما تخافش، اطمئن. طيب ده ياخدنا بقى للنقطة الخامسة والأخيرة اللي هي، حد فاكر؟ دينونة بابل. وطبعا هنا مش كنظام ديني فاسد مرتد، لكن بالأخص دينونة بابل عمرانية، وتأثير هذه الدينونة على من في الأرض وعلى من في السماء. وبناء عليه نقدر ببساطة أن احنا نقسم أصحاح 18 لأربع أقسام بسيطة. القسم الأول أقدر أقول من 1 لـ3 ونسميه صوت الإدانة. القسم الثاني من 4 لـ8 ونسميه صوت الانفصال. يبقى من 1 لـ3 صوت الإدانة، من 4 لـ8 صوت الانفصال، ثم من 9 لـ19 صوت البكاء والنحيب. ونشوف ان في 3 فرق مختلفة بتبكي على بابل في دينونتها. واخيرا من 20 لـ24 اقدر اسميها صوت الفرح. تعالوا ناخدهم مع بعض ونشوف الرب عايز يقول لنا ايه. الأعداد 3 الأولى اللي فيها صوت الإدانة يقول: ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر
نازلا من السماء. يا ترى مين الملاك الآخر ده؟ الرب يسوع نفسه. وفي الحقيقة دي مش أول مرة في هذا السفر العظيم نقرأ عن الرب اعتباره الملاك. سبق وقرينا عنه في أصح 8 باعتباره الملاك الكاهن، وفصح 10 الملاك القوي الذي يضع رجل اليمنى على البحر ورجل اليسرى على الأرض. وهنا في أصح 18 هنشوف من الصفات اللي هيذكرها أن ده مش ملاك عادي، ده يختلف عن اللي فات في أصح 17. اللي فات في أصح 17 واحد من الملائكة اللي معهم الجماد، لكن في أصح 18 الرب نفسه. ليه بقى؟ علشان يقول لنا صفتين لا يمكن أن يتوفروا في حد غير الرب. له سلطان عظيم. ينفع يتقال عن ملاك ليه سلطان عظيم؟ هو ده بس الذي دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض. طيب الحاجة الثانية، استنارت الأرض من بهائه. أعتقد الحاجتين دول منفعوش إلا عن الرب نفسه. طيب قال إيه بقى؟ صرخ بشدة بصوت عظيم قائلا، سقطت بابل العظيمة. ليه مرتين سقطت؟ مش كان كفاية واحدة؟ لا، مرتين، لأن احنا زي ما قلنا هناك نوعين من سقوط بابل ونوعين من الدينونة عليها. دينونة عليها كنظام ديني فاسد، ودينونة عليها كمركز عمراني. سقطت بابل العظيمة. شوف الكلام اللي جاي يزعل قوي. وصارت مسكنا لشياطين ومحرسا لكل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت. يا رب، ده انت لما بتعاتب ملاك كنيسة برغاموس بتقول له انا عارف اين تسكن، حيث كرسي الشيطان. هنا مش بس مجرد كرسي الشيطان، لا يا عم، ده مسكنا لشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت. طب والكنيسة بقى الحقيقية ما بعد الفارق والمباينة؟ مسكنا لله في الروح. الروح القدس يسكن في الكنيسة إجمالا، ويسكن في المؤمنين أفرادا. وبعدين يقول بقى، لأنه من خمر زناها قد شرب جميع الأمم وملوك الأرض زنوا معه. طيب ننتقل بسرعة علشان وقتنا للصوت الثاني. الشاطر يقول الصوت الأولاني كان صوت الإدانة، الصوت الثاني هو صوت الانفصال. يقول لهم كده الكلام الجميل: ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي، ولا تشتركوا في خطاياها لئلا تأخذوا من ضرباته. وبالمناسبة، حيث يوجد أي نظام يحوي مبادئ بابل الفاسدة، أي نظام شكلي يدعى عليه اسم المسيح، هناك دعوة لشعب الرب، للمؤمنين الحقيقيين: اخرجوا وانفصلوا يا شعبي. ايه ده؟ يعني معنى الكلام ده منحبش الخطاة البعيدين عن الرب؟ لا، مين قال؟ نحب الخطاة البعيدين عن الرب. انقذ الممدودين الى القتل، المنقادين الى الموت، لا تمتنع بكل قلبك، حب النفوس وصلهم، لكن في نفس الوقت بقى تعمل ايه؟ تخرج وتنفصل عن هذا النظام الفاسد. القلب بيتوجع على مؤمنين حقيقيين بيحبوا الرب، بس الى الان ما زالوا يعيشون في هذه الانظمة الفاسدة التي دعي عليها اسم المسيح شكليا، لكن يعبد غير المسيح كتير قوي. علشان كده الدعوة لكل مؤمن حقيقي: اخرجوا من وسطها يا شعبي. طيب لاحظ في عدد 6 بقى، تيجي 3 مرات أو مفرد 3 مرات كلمة ضعف، لما بيقول: جازوها كما هي أيضا جازتكم. وضاعفوا، أدي أول مرة، ضاعفوا لها ضعفا، أدي تاني مرة ضعف النظير أعمالها. في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا. ليه؟
ليه تيجي ثلاث مرات كلمة ضعف؟ علشان ببساطة هي جابت آخرها في التردي والوحاشة. خطاياها قد لحقت السماء. لا ده بتقعد أصح 11 في سفر التكوين، برج رأسه بالسماء. أنا مش برج، لكن خطايا متراكمة كثيرة لحقت السماء. قد يا رب قد أنت حزين على هذا النظام الفاسد. أعتقد ما تفرقش كتير عن سادوم زمان اللي صراخها صعد إلى أذني الرب، واللي فيها كان تصور أفكار قلب الإنسان شرير كل يوم. يبقى الدينونة لابد أن تكون دينونة مضاعفة. أمين؟ متابعين؟ يبقى في صح 18 خدنا حاجتين. أول صوت اسمه صوت الإدانة، الأعداد من 1 لـ3. الصوت الثاني اسمه صوت الانفصال، الأعداد من 4 لـ8. طيب تعالوا بقى ناخد الصوت الثالث، وهو صوت البكاء والنحيب. الأعداد من 9 لـ19 بنشوف ان في 3 فرق مختلفة بتبكي على بابل. ايه الفرق الثلاثة المختلفة؟ الفريق الاول نقرأ عنه في عدد 9، وسيبكي وينوح عليها ملوك الارض. الفريق الثاني بعد كده نقرأ عنه في عدد 11، ويبكي تجار الارض وينوحون عليها. الفريق الثالث نقرأ عنه في عدد 17، وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر، كل دول يبكوا عليها. لو حبينا ندي تعريف بسيط لكل فريق، الملوك اقدر اقول عن الملوك هم اللي بيشتروا البضاعة بتاعتها، مش كده؟ المستهلكون. طيب لو قلنا التجار هم ببساطة اللي بيبيعوا ينتفعوا. طيب لو قلنا تجار، لو قلنا العمال السفن والملاحون، دول الجماعة الوسطاء اللي بينقلوا من البايع للمشتري، مش كده؟ يبقى رقم 1 اللي هم الملوك اللي بسميهم المستهلكون، رقم 2 التجار اللي بسميهم، قولوا معايا ركزوا، البائعون، رقم 3 اللي هم عمال البحر اللي بسميهم الوسطاء والمنتفعون. طيب تعالوا نشوف بقى كل فريق بسرعة عملوا ايه. وسيبكي وينوح عليها ملوك الارض. وطبعا هنا لما يقول ملوك الارض، دول خالص غير العشر ملوك اللي سبق وتكلمنا عنهم. دول قادة وملوك الدول المسيحية اللي كانوا في اتحاد وانسجام مع بابل الزانية. طب يبكي يقولوا ايه بقى؟ يقول واقفين، خلي بالك من الكلمة الجميلة دي، واقفين من بعيد. دي بتيجي بالارتباط بالثلاث فرق، يعني الملوك هم بيبكوا عليها واقفين من بعيد، والتجار كمان واقفين من بعيد، وعمال البحر واقفين من بعيد. طب خلي بكاءكم ينفعها. هل بكاء الفرق دي يمنع او يعطل دينونة الله؟ لا لا، بس حاجة تانية بقى مهمة. ابكي عليها من بعيد، وهتفتكر انك كونك واقف بعيد أن الدينونة لن تطولك. ستطولك الدينونة أينما كنت قريب أو بعيد، هتطولك. ويل لكم أيها الناسون الله، يا من أسقطت الله من جميع حساباتك، يا من كنت في اتحاد مع بابل كنظام فاسد، سواء ملوك أو تجار أو حتى عمال البحر، ستطول الدينونة الجميع. سينصب غضب الله على جميع هؤلاء الفئات. طيب يبقى شفنا انهم بيبكوا عليها بس واقفين من بعيد. قالوا ايه بقى الملوك؟ انا في كلمة عايز اقف قدامها اللي هي في عدد 10. ويل ويل المدينة العظيمة بابل. بس بص اللي جاية، المدينة القوية. طبعا طبعا مدينة قوية بنفوذها وسلطتها وغناها، سياسيا واقتصاديا غنية. بس بقى على قبلها كان سبق وقال كلمة جميلة في آخر عدد 8، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. هي مدينة قوية، بس الرب الإله اللي هيدينها قوي. يا سلام، من تصلب عليه فسلم،
مهما كان جبابره وعتات، هيروحوا فين قدام الرب الاله القوي؟ لنا لخفرايم بقى عن العظماء والامراء والاغنياء، وكل عبد وكل حر يخفون انفسهم في المغاير وشقوق الجبال، يقولون للجبال اسقطي علينا غطينا من وجه الجالس على العرش. اقوياء في الزمان الحاضر، اسماء رنانه، بس يا للرعب، مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. اذا كان هذا حال الاقوياء، هيروح فين الخاطئ المسكين اللي لا حول له ولا قوه؟ لا مفر الا الايمان بالمسيح والتوبه الحقيقيه، تعرف به واسلام، بذلك ياتيك خيرا. يبقى ده الفريق الاول اللي هم الملوك. الفريق الثاني اللي هم التجار، وما اسوأ ما أسوأ أن يكون هناك تجارة تحت ستار الدين، الربح القبيح. تعرفوا بابل والتجار دول بتجرم في كام سلعة؟ 28 سلعة مختلفة. نقدر أن احنا نقسم ال 28 سلعة دول إلى 7 مجموعات مختلفة، بداية من عدد 12 لحد عدد 13. بصوا قولي بقى، بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ، أقدر أسميها مسمى أشياء للتزين. طيب المجموعة الثانية، البز والأرجوان والحرير والقرمز، أقدر أسميها دي إيه؟ ملابس فخر. الحاجة الثالثة، وكل عود ثيني وكل إناء من العاج وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر، أقدر أسميها أواني فاخرة. عدد 13، وقرفة وبخورا طيبا ولبانا، النوع الرابع ده أسميه مواد لها رائحة عطرية. الحاجة الخامسة، وخمرا وزيتا وسميذا وحنطة وبهائم وغنما، أقدر أسمي هذا القسم الخامس أشياء للتنعم. حاجة السادسة، وخيلا ومركبات، وأقدر أسميها وسائل حربية. حاجة السابعة والأخيرة، وأجسادا ونفوس الناس، وأقدر أسميها تجارة غير شريفة، تجارة بشعة. 28 سلعة مختلفة قسمناها لسبع مجموعات، بس لاحظتش حضرتك أولها إيه وآخرها إيه؟ أولها الذهب وآخرها نفوس الناس. يا آخر الليست قوي نفوس الناس. أحبائي، بينما النفس الواحدة غالية جدا في نظر الرب، يا سلام وإحنا بنقرأ لوقا 15، يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. النفس غالية قوي على قلب الرب. أقدر أتجاسر وأقول إن النفس غالية على قلب الرب أكتر من الكون بأسري، مش كده؟ يعني الرب في يوم هيولع في الأرض الكائنة الآن، بس تعرف مسرة لا يسر الرب بهلاك الفاجر بل برجوعه عن خطاياه فيحيا. فالنفس غالية قوي عند الرب، وغالية عند كل مؤمن حقيقي بيحب الرب ويحب النفوس. لكن عند هذه الأنظمة الدينية الفاسدة والمسيحية المرتدة، النفوس دي آخر حاجة تفكر فيها، تبيع وتشتري فيها. أجسادا أشوف فيها شبكات الدعارة أو بيوت الدعارة المختلفة في البلاد التي تسمى مسيحية، لكن نفوس الناس هو جديد عليها انها تتاجر بالنفوس. هو مش حصل قبل كده في العصور الغابره تاجروا بنفوس الناس؟ يوم ما عملوا حاجه اسمها صكوك الغفران، بيبيعوا قال الغفران بتاع ربنا. هو مين اللي بيغفر غيره؟ اللي مكتوب عنه لان عندك المغفره لكي يخاف منك. عايز تدخل السماء،
عايز تخلص ادفع، واحنا قال ندي لك صك بغفران خطاياك. والسماء لم تعترف ابدا بكل هذه الصكوك بتجرم في نفوس الناس. والحد النهارده في المسيحيه الاسميه القادة العميان المضللين يبعدوا الناس عن المسيح، يا ما ضيعهم عشرات وألوف وملايين تابعين لهذه الأنظمة الفاسدة. يبقى شفنا التجار بيبكم علشان في 28 سلعة مختلفة بيعملوا إيه، بتجروا فيها مع بابل. طيب تعالوا نشوف بقى الفريق الثالث اللي هو كل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد صرخوا عليها. بس دول عملوا حاجة زيادة، دول بقى يقول في عدد 19 وألقوا ترابا على رؤوسهم. هالوا التراب، ليه هالوا التراب دول؟ أعتقد دول مصيبتهم أكتر. الملوك برضو ليهم وضعهم، والجماعة التجار يا ما تجروا مغتنم، بس دول الأرزاقية دول بقى أكل عيشهم بقى، الوسطاء دول، فكان حزنهم أكتر هالوا التراب على نفسهم. فدول الثلاث فرق اللي كانوا بينوحوا على بابل. نختم بقى بالصوت الأخير اللي هو صوت الفرح. احنا قلنا كم صوت؟ أربعة، من واحد لثلاثة. صوت الإدانة من أربعة لثمانية. صوت الانفصال من تسعة لتسعتاشر، البكاء والنحيب. من عشرين لآخر الأصحاح قادر أسميها صوت الفرح. تعالوا بقى شوفوا الرب يقول إيه. افرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء. وفي ترجمات أدق الرسل فريق، والقديسون فريق آخر، والأنبياء الفريق الثالث، لأن الرب قد دانها دينونتكم. واضح إن الكلام هنا مش في زمن النعمة الحاضر خالص. ليه؟ في زمن النعمة الحاضر نحن نشارك الرب عواطفه تجاه الخطاة البعيدين عنه. في يوم من الأيام بكى على أورشليم، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. وكل خادم تقي يزرف الدموع لأجل النفوس المسكينة. بولس يقول في قلبي حزن وجع لا ينقطع بسبب أنسبائي حسب الجسد. وإحنا في زمان النعمة الحاضر قلوبنا بتتقد حبا في النفوس البعيدة، بس ده زي ما قلنا في أسبوع الضيقة العظيمة عندما تدان بابل. افرحي أيتها السماء والرسل والقديسون والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. يعني ربنا دانها دينوناتكم؟ يعني انتم شفتم الامرين من هذا النظام عبر قرون طويلة. يا ما مرردكم بابل، يا ما كانت سكرة من دماء القديسين. مش كده جه الوقت بقى احاسبها على كل اللي اتعمل فيكم، اذ هو عادل عند الله. ايه العادل؟ ان الذين يضيقونكم يجازيهم الله ضيقا. فيدينها الرب دينونة عادلة. طيب من جراء هذه الدينونة اللي احنا فهمنا من شوية انها دينونة يجريها الرب نفسه على مركز هذا النظام روما كمركز عمراني، شوف الرب يجردها من خمس اشياء مهمة جدا. نقول الخمس اشياء دول ونختم بيهم بنعمة الرب. اول حاجة الرب يجردها منها نقرأ عنها عدد 22، وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد. وأقدر أسميها الأفراح الأرضية. ويا ما ناس النهاردة عايشة في هذا التلاهي، الطرب والأغاني والحاجات اللي من النوع ده. بدأ أول حاجة. الحاجة التانية نقدر نقول عنها دي بتيجي في عدد اللي بعده، عدد لنفس العدد 22، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد. تقدم الصناعي والتكنولوجي مش هيسمع فيك. الحاجة الثالثة يقول عنها كده وصوت
رحى لن يسمع فيك فيما بعد، يعني حتى الشبع الجسدي مش هيكون موجود. الحاجة الرابعة لما بيقول ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، المعرفة الباطلة. تعرفوا ان مصيبة باب المصيبة كبيرة جدا. ليه؟ لأنه دعي عليها اسم المسيح، يعني وصلها نور أكتر من غيرها بكتير. أورشليم مصيبتها كبيرة، بس بابل مصيبتها أكبر علشان كان عندها مزيد من المعرفة، حتى هذه المعرفة تتجرد منها. وأخيرا نقرأ برضو في عدد 23، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك. يعني صوت عريس وعروس، يعني المسرات المتجددة، مش كده؟ المسرات اللي طابعها بشري. كل الحاجات دي، الخمس حاجات، الأفراح الأرضية، التقدم الصناعي والتكنولوجي، الشبع الجسدي، المعرفة الباطلة، ما يجلب المسرة، السرور المتجدد. ليه؟ لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. أختم بس وأقول، إذا كان هذا مصير بابل، وبالتأكيد هيكون مصير الكثيرين جدا من المسيحيين بالاسم، ألا تتقد قلوبنا حبا في أقرباء أو أصدقاء أو جيران مساكين ما يعرفوش المسيح لحد دلوقتي؟ لسنا عاملون حسنا؟ اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون. أتمنى من قلبي يا إخوتي يتم فينا كلمات الكتاب، ونحن نعلم رعب الرب نقنع الناس. تعالوا نصلي مع بعض، تعالوا نرفع قلبنا ونطلب من الرب بركة على الكلمات اللي احنا سمعناها. قلوا أشكرك من كل القلب لأني لا أنتمي لهذا النظام الفاسد. لولا النعمة كان مصيرها يكون مع بابل في دينونتها، لكن أشكرك من كل القلب يا رب لأجل النعمة اللي خلصتني. منساش أصلي كنت عاصي طول أيام وكل معاصي. أشكرك من كل القلب يا رب. لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. أشكرك لأننا في حماك يا رب، أشكرك لأننا في ستر دماك يا رب، أشكرك لأنك أنرت لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. ارفع قلبك قول يا رب أنا نفسي بعد الكلام اللي عرفته أعمل عمل المبشر، أوصل للنفوس المسكينة رسالة أعطيتني يا سيدي، أن أخبر الملا عن الحب العجيب. ولع قلبي يا رب على النفوس المسكينة الضيعة، وخليني أربح نفوس يا رب. لماذا أمضي عقيما؟ خلينا فوق، ما عادش بقى كتير علشان نعيشه لنفسنا، لكن لنعيش الزمان الباقي لإرادة الرب. يا ربنا وسيدنا الكريم العظيم، شكرا لك من كل القلب. صحيح خدتنا لتحت، بس شفنا بابل في دينونتها. ربنا الكريم قد ايه في غضبك مرعب بجد، مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي، لكن شكرا لك من كل القلب يا رب. يا من سترتنا بدمائك، يا من رحمتنا من هذه الدينونات، يا من جعلت مستقبلنا الأبدي سعيد ومشرق. شكرا لك من كل القلب في هذا الوقت اللي فيه بابل تدان وينصب الغضب على الأرض. نحن نكون في الأجواء السماوية حيث نزف للعريس في مجد بهي. ربنا سامحنا على تقصيرنا عبر السنين الكثيرة التي مضت في حق نفوس غالية على قلبك. إذا كانت بابل بتتاجر بنفوس الناس والنفوس عندها ما تسواش، لكن يا رب ادينا قلبك، ادينا مشاعرك، ادينا بجد ان احنا يبقى على قلبنا الرسالة نوصل للنفوس المسكينة. ربنا ما تسمحش نضيع وقت تاني، لكن فوقنا ونحن نعلم رعب الرب نقنع الناس. لك كل المجد.
صلبك وتوب، خذ المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب. خذ المسيح الصليب، يخضع ضميرك إبليس بيكذب عليك في الدنيا دايما يغرك، إبليس بيكذب عليك والنور ويغسلك من أثامك يسوع بدم. اهرب من الدنيا حالا، اهرب من الدنيا حالا واسمع كلام الكتاب، كل اللي في الأرض فاني، أشواق ومر وعذاب، كل اللي يا رب يا رب اعطيني قلبا، قلبا مليء بالحنان، يبكي على كل خاطي مقصور في يد الشيطان، يبكي على كل خاطي مقصور في يد الشيطان. يا ليت رأسي ما عيني ينبوع دموع، فأبكي ليلا نهارا على الخطاة يا يسوع، فأبكي ليلا نهارا على الخطاة يا يسوع. أمين. Thank you.
لكن لكثرة الاسم تبرد محبة الكسرين. في لحظة بس، في أخت أعرفها، أختي يعني، الأخ فريم جاي، كنت قلت لحد ياخد باله منها، ياخدها مع الاجتماع. فبعد فترة بسألها بقول لها رحت الاجتماع؟ قالت للأخت اللي انت قلت لي عليها انها تروح الاجتماع، هي أساسا مش بتروح. الأخت اللي انت قلت لي انها تاخدني معاها هي مش بتروح. وانا هسيب معاكم القصة دي وكل واحد يفكر فيها. انا نفسي لكثرة الاسم تبرد محبة الكثير. معلش الرب يعني بيتكلم، فتفضل. في جولة شعرية جميلة في خلال دقايق، هتاخدوا جولة مع السفر الرؤية كله في خلال 3 دقايق. نفتح المذكرة على صفحة 65، خواطر وأشعار من وحي المؤتمر بطمس، جولة جميلة من أروع الجولات. وأشير إن اللي بيألفوا ترانيم ممكن ياخدوا ترانيم من هذه المذكرة مع رجل الله دكتور فخري وهبة. كل ما نحيا فيه في هذا المؤتمر مر من بوابة بطمس التي ما سمع عنها أحد وما كان أحد يسمع عنها لولا أن جاء ذكرها، ومنها فتحت أبواب السماء. بطمس سجن بلا سجان وأكمل الإعلان. سألت عن بطمس، قالوا جزيرة صخرية وأرضها صماء، لا زرع فيها أو شجر، عارية جرداء، ليس لها من شهرة، ليس لها ميناء، ما سمع عنها أحد حتى أتاها يوحنا كأحد السجناء. شريكنا في الضيق يحيى هناك وحده شيخا بلا رفيق، تذكر كيرية ومعها الأبناء في الحق يسلكون، تذكر غايس كذا وسائر الأحباب للحق يشهدون وفيه يسلكون. وجاء يوم الأحد، وجاء يوم الأحد، إنه يوم الرب، وشيخنا وحيد في منفاه البعيد، يجتر الذكريات من عشية القيامة إلى يوم الصعود، وهاجت الأشواق يذكر حضن السيد وصحبة الرفاق، فهتف من قلبه حتى متى رباه، متى ربي تعود، طال انتظارنا يا صادق الوعود. وإذا بروح الله يغمره ويحتويه ويفتح السماء له، وبالروح يريه ربه الحبيب مصربلا ثوب القضاء، ويرى وجهه الكريم كالشمس في الضياء، يراه وهو سائر يسير متمهلا في وسط المنائر، ويمسك الكواكب هي 7 بالعدد تمسكها يمناه، الكل في سلطانه وكل ما في الكون تفحصه عيناه. وفيها رأى موجزا لرحلة الكنيسة، ثم يأتي بعدها ما لا بد أن يكون،
بعدها يفتح باب في السماء ويصعد بالروح ويرى عرشا مجيدا وفيه حمل كأنه مذبوح يستلم سفر القضاء ويفتح الختومة وبعدها الأبواب والسبعة الجامات مملوءة من غضب الإله ينتظر العصاة ثم تأتي ثم تدان بابل مدينة الإنسان ثم تدان بابل مدينة الإنسان من تاجرت بالدين وأذلت الإنسان تطرح مثل حجر وتنتهي بطرحها ديانة الإنسان وحضارة الإنسان وبعدها نأتي إلى هرمجدون في أكبر تجمع يجمعه الشيطان ويقوده الوحشان ويظهر الرب مع أجناده من السماء وتخمد ثورة الإنسان وتقتل كل الجيوش وتطرح الأجساد للطيور والوحوش ويقيد الوحشان وفي بحيرة النار والكبريت حيين يطرحان من بعدها يقيد الشيطان يقيد لألف عام ويغلق عليه في الظلام وتعد الأرض للعالم العتيد حيث يسود ربنا في ملكه السعيد ألف عام بالتمام في سلام ووئام ألف عام بالتمام في سلام ووئام من بعدها دينونة الأموات وزوال الأرض مع السماوات ويصنع الجالس على العرش كل شيء جديدا في رحلة قد بدأت من بطمس وتسير بنا مع يوحنا لتدخلنا وندخل معه إلى يوم الله الأبدي آمين. تعالى أيها الرب يسوع. أرجو أن نقف لنصلي. ربنا الحبيب يسوع نشكرك من كل القلب نعظمك لأنك أخذت بعيوننا وقلوبنا وأخذتنا إلى ما يشغل بالك يا رب. أشكرك لأنك فتحت عيوننا على قلبك تجاه كنيستك الكنيسة الحقيقية وصبرك في زمن صبرك على كل إساءة أتي إليك من العالم ومن المسيحية الإسمية. لكن أشكرك أيضا لأنك أريتنا أنه لن يطول هذا الوقت فحتما سيأتي القضاء قريبا على كل لسان قد جدف عليك وعلى كل نظام ديني قد أبعدك خارج حساباته. وإن كنت تصبر الآن وإن كنت في زمن صبرك الآن مستتر عن الأعين لكن نشكرك لأنه قريبا سيأتي غضبك يا رب قريبا ستنتقم يا رب قريبا سيأتي الهلاك على نظام أبعدك ولم يعترف بك ولم يبجلك ولم يحترمك ولم يحصل على فدائك أبعد الفضة من حساباته وأبعدك من حساباته. أشكرك لأنك قريبا ستنتقم لنفسك يا رب وإن كنت قد ألهبت قلوبنا فنحن ننتظر أيضا ذلك اليوم الذي فيه سترد كل اعتبارات مجدك. لكن لنا الدعوة أن نخرج يا رب وأن ننفصل من كل نجاسات هذا النظام لنا الدعوة أن نخرج وأن نفصل أنفسنا من كل نظام قد أهانك وقد أخرجك من حساباته فلنخرج إذن إليه خارج المحلة. لكن أعنا من فضلك يا رب ونحن أيضا بانفصالنا عن أي نظام ديني قد أبعدك أن نمد اليد إلى المساكين يا رب. يا ربنا يسوع المسيح عقل كل إنسان مخمور وسكران في هذا النظام الديني عقل كل إنسان قد استبعدك تماما واكتفى بطقوس وفرائض ونظام خاوي تماما من الجوهر وهو المسيح
ودينا نعمة عيوننا تبكي على النفوس يا رب، وأيدينا تمتد إلى النفوس يا رب، ودينا نعمة بانفصالنا التام نظهر ولاءنا لك، ودينا نعمة بدموعنا الباكية نظهر قلوبنا ومشاعرنا تجاه النفوس. سكن فينا كلماتك بغنى يا رب، وعقلنا جميعا لاسمك كل المجد.